الرياضة ويشاركون دائما في اندفاع رياضتنا العربية الأصيلة. إنما هذا الاهتمام وهذا الترحال والتجوال لهذا المهرجان في كل عام سنحط الرحالة في كل ميدان وفي كل انطلاقة وفي كل تواصل من تواصل هذه الرياضة العربية الأصيلة. اليوم يوم الإذاع، وبسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة الشوط الأول، شوط الكأس المثير، شوط التحدي والانطلاقة الخطير، انطلاق هذه الدفعة التي تشارك في البحث عن رحلة جديدة تحمل في نهايتها كأس غالية في مهرجان غالي في اندفاع غالي. هنا يبدأ من هذه اللحظات مسافة 6 كيلومترات بشعارات مميزة هنا تكون معنا في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق المثير. نبدأ إذن بأول اندفاع، نبدأ بأول رحلة كأسها ذهبية، نهايتها سعيدة، ناموسها مميز بالذهب وبالتحدي وبالانطلاقات. على بركة الله بدأنا ونسير مع هذه اللحظة في مقدمة الشوط، نتابع هذا الاندفاع الهادئ، نتابع هذه اللحظة المثيرة. نسير بمقدمة الشوط من البداية الأولى، المقدمة والصدارة والانطلاق مع هذا الاندفاع. تأتي هنا منصورة إذن على المركز الأول في الانطلاق الأول، حربي بن محمد بن كمد العامري، بينما المركز الثاني تواصلت سلسبيل أو شهرة في المركز الثاني غانم بن علي بن حمودة الظاهري، وفي المركز الثالث نتواصل مع هملولة نايد بن مسلم بالزفنة العامري. أما المركز الرابع فهنا الغربية على المركز الرابع محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، أما المركز الخامس فهي انطلاقة بينونة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وفي المركز السادس تواصل مع هذا التحدي والذيبة أحمد بن مذكر بن مسفر القرشي، ضيفة أخرى أيضا قادمة، ووصل وصل في هذه اللحظات الشاهيني فيصل بن طالب بن شريم المري يعلن انطلاقته هنا مضمر القرن. هذه اللحظات الأخيرة، الكيلومتر الأخير، الكأس الذهبي هناك ينتظر القادمين، ينتظر الذين يبحثون عن المجد، عن المجد والفوز والانتصار. لحظاتنا النهائية، انطلاقات التواصل، الاندفاع النهائي. حرك يا من تريد الحركة، يا من تريد الانتصار، يا من تطلق بهذا الاندفاع في هذا الميدان، ميدان الشعب، ميدان اللبسة، انتظار هذه الكأس الغربية الغربية. وسلام في تنافس ثنائي على الانطلاق الأول والتحدي الأول، سلام أم الغربية؟ الغربية أم سلام؟ 600 متر أخيرة اندفاع سلام محمد بن سلطان بن مرخان، والغربية هناك في اندفاعها زايد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري المركز الثالث. قادمة هنا بينونة، بدأت خطورة بينونة في هذه اللحظة، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، والمركز الرابع الشاهيني محمد بن طالب بن شريم المري. هذه اللحظات النهاية، انطلاقات النهاية، بينونة الغربية، سلام 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 مع هذه الانطلاقات، سلام التحية، بينونة طارت، بينونة انتقلت، جاء الإعصار الغربي. حرك الله الله الله، النهاية هنا، من يقترب؟ بينونة، بينونة متصدرة، الغربية منطلقة هناك في المركز الثاني، بينونة، بينونة، سلام يا الغربية، سلام، سلام الأداء المميز، سلام، سلام محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على هذا الأداء، بينونة أولا والغربية ثانيا. سلام في المركز الثالث للسيد محمد بن سلطان بن مرخان، المركز الرابع الشاهينية فيصل بن طالب شريم المري، والمركز الخامس يتواصل هناك انطلاق التحديات من العنود صالح بن حمد بن قمره المري. هذه المراكز الأولى، هنا الإثارة الأولى، هنا التحديات الأولى في هذا الشوط المثير. ما شاء الله، تحرك الجميع باعتاد الإثارة، باعتاد الانطلاقات،
هنا تنافس رائي بين الشعار الغربي الذي انطلق بقوة، اندفع بإثارة، سار أيضا في هذا الأداء المميز مع الغربية، بينونة والغربية شعار واحد، منافسة داخلية في هذه الكأس، كأس غالية انتظرها الجميع. سلام سلام. نعم إذا المركز الأول بينونة على المركز الأول، تهارينا أيضا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري 9 دقائق 37 ثانية، ثمانا من الأجزاء من الثانية، وبنفس التوقيت جاءت الغربية أيضا ثانيا في هذا الأداء لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. سلام يا أهالي الغربية، تحية هنا من ميدان اللبس مباشرة عبر الهواء. سلام وصلت ثالثا 9 دقائق 39 ثانية، جزء واحد من الثانية، أداء مميز لسلام، إثارة ما بعدها إثارة تواصلت في هذا الانطلاق. تهانينا لمحمد بن سلطان بن مرخان الاشتبي أيضا في هذه المواصلة، في هذا الانطلاق، في هذا الحضور